Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Rabbil Alamin Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Wa ala ani Sayyidina Muhammad Pada video kali ini kita akan melanjutkan pelajaran kita Iaitu belajar membaca Al-Quran Disertai dengan penjelasan Tajwid Masuk pada surah Al-Baqarah ayat 170. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع تبع ما ألفينا عليه آباءنا وإذا ما الأصل قي الأصل لا له متبع ما الأصل ذو ماء ما ما جائز منفصل بن من أتولي حركة إخفاء حقيقي زال الله من أصلين وحركات ق من أصلين وحركات ل من أصلين وحركات بل نتبع ما مجهز منفصل إن فعل تولي محركات الفي حرف اللين ن من أصلين وحركات علي حرف اللين هي أ ما بدل وحركات باء ما واجب متصل إن فعل تولي محركات ن من أصلين وحركات وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو حرف اللين

أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ وَمَثَلُ الَّذِي مَنْ أَصْلِدُ وَحَرَكَتْ نَكَفَرُ مَنْ أَصْلِدُ وَحَرَكَتْ كما سال الذي من اصلي دو حركات ين اي اظهار حلقي بما من اصلي دو حركات لا من اصلي دو حركات يسمعوا الا من اصلي دو حركات دعاء مد واجب متصل 4 او 5 حركات او ادغم بغنه ونداء مد واجب متصل 4 او 5 حركات وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ <applause> بِمَا لَا يَسْمَعُ إلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً ب بو إكلاب دو دو حركة بوك مون عو إظهر حلقي جلس عم يو إظهر شفوي جلس ينفى إخفاء حقيقي سمر فهم لا إظهر شفوي جلس لا من أصلي دو حركة يعقلون مد أريد للسكون صم بكم يو فهم لا يعقلون يَا أَمَد وَجِب مَدْ جائز مُنْفَصِل بعد حركات أَيُّهَا أَيُّهَا الَّذِي مَنْ أَصِيدُ بدل نَأَمَد بَدَلْدُ وحركات مَنُ حركات. كلو مَنْ أَصِيدُ وحركات كُلُّ مَنْ أَصِيدُ أَحْرَكَتْ مِنْ طَاء يخفى حكيكي طيبا من أصلي دو حركات ما من أصلي دو رزق رزاق من تل قل قل الصغر من أصلي دو كم وإذهر شفوي واشكروا من أصلي دو لله من أصلي دو إن هي إنكم إنكم إخفاء حكيكي سمر كنت إخفاء حكيكي جوجه سمر تم إي إيه. إذ إذهر إيا يا نما نصيد وحركات تعبدون مد للسكون يا أيها الذين آمنوا كنوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون إن غنى نما من أسد وحركة حرم علي حرف اللين كم المي حرف اللين تتودم ولحم الخن إخفاء حكيكي زي من اصيد حركات ر وماء مجاز منفصل بلد لما حركات اهل به يعني قصيره لغايه حرف اللين لله ما اريد للسكون انما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما به لغير الله فمن يطونا ini enggak ما سكون، فمن يضطر وضي حرف اللين رباء من أشيد وحركان غيم غم بغنا ولا من أشيد وحركان عام من أشيد وحركات دين حكيكي سمر فلا مد جائز منفصل بنا تولي محركات إثم عليه نا طويلة sorry مد يا عليه مد فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا

واذا قيل لهم اتبعوا ما انزل الله قالوا بل نتبع ما الفينا عليه اباءنا اولو كان اباءنا يوقنون شيئا ولا يهتدون ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء 松。 من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون إنما حر عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا